اخويا اخويا اويلي 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 را اخر عنقود هذاك را اخر عنقود را اخر عقود راني تسطيت را اخر عقود عيب الله را اخر عقود عندي كاع بنياتي عزازين عليا كاع ولادي عزازين عليا ولكن را اخر عنقود اخر عنقود راه عز منهم كلشي علاش كنت كنهز قفتي ونمشي عنده نحط قفال داري وندي قفال خالته مسيرت 5 سنين وابو عالي بصحتك بصحتك هادو هما القفوف ديالي يا خويك هادو ها السيلكون ها السيلكون ها السيلكون ولدك كيعيرني بالشتم بيا بناتي كون كنت بايع بناتي كون راه عندي تروازيام ايطاج كون كنت كنبيع بناتي كون راه عندي تروازيام ايطاج هذا اللي يقول لي مباق شافني ناس معاه وما دواش كنت ناس معاه كون حيت لك راسك ولكن اش غنقول لك خويا ان لله وانا راجعون ان لله وانا راجعون راني تسطيت راني غنتم غادي ونتسطى راني نعاون تونس عاونوني على بنتها انا ما خصني والو عاونوني على بنتها والخوت والخوت فعطيتوني الله يخلف عليكم وقفتوا معايا وقفتوا معايا وهالمواطنين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن الله يخلف عليكم راجل اللي شعل فيها العافيه راجل اللي شعل فيها العافيه قسمت امي بالله قسمت امي بالله علاش تمو 3 ايام على ما خبرتنيش ذاك النهار على 3 ايام على ما تخبراتني واش على 3 ايام على ما تخبراتني وبعد تلاقيت معاها لقيت معاها بنتي مركباها بنتي الصغيره مركباها وبنتها وقالت لي خلي المامنين يدوز احمد عندك دير شي حاجه خلي المامنين يدوز ومنين هاد الماء غادي يدوز ومنين هاد الماء غادي يدوز والمواطنين هاد الماء غادي يدوز ومنين هاد الماء غادي يدوز واسي حموش شد لي عقلي شد لي عقلي سي حموش الله يرحم الوالدين احلام حطمتني احلام قرحتني احلام مرضات بزاف بنيتي والله يرحمها الله يرحمها ويسع عليها ضيقة القبور الله يرحمها بنيتي هادشي مكتوب الله تيتصرف ما عندنا ما ندير الحمد لله الحقيقه قالت لي انا بغيت نسامح لك الدري ما حرقنيش قالت لي غتمشي معايا الدري من عيط لي قال لي خالتي من غادي عيطوا عليا قضيه تحقيق هادشي قلت له وليدي من يجي السيد عمشي قال لي واخا خالتي يقول لي انا خصني نحيد التقليد هما ما حارقينيش هما ضغطوا عليا ضربوني كانوا يسلقوها الله اعلم هذاك الشيء تقليد بعدياتهم تيكو قالت لي ضربوني سلخوني وانا ديك الدري ما حرقنيش بغيت نسامح ليه وديك البنيه امانه عندك على بنيتها بنتها عندي انا مسجون في الحبس شادينه شي شهرين دابا تقريبا احلم بزاف واقفه معاه معنويا ماشي ماديا وبنت لوسي لما كنتش انا ما تبغي دير حتى شي حاجه لما شربتش الماء هي انا حطمتني ما المصحه فين هي المصحه فين هي وزاره الصحه من جا مشيت يقول لك ديري سكانير درت سكانير ب 24 نهار الجمعه درت راديو ب 10000 درت ديال كوفيد ب 10000 عاودت اشكوبا عاود دير واحد اخر ب 10000 فين هي وزاره الصحه كل واحد تجي له حفينه وشافوها في هذه الحاله قال لي احلم تتموت واخا ديروا لها السيروم قالت لك ما نقدروش الدريه ديوها فين هو هاد مال الانتخابات هاد الجماعه فين عطاونا لومبيلونس اللي عطاتنا هادشي اللي كاين كل هاد الجماعه رئيس الجماعه يدير لنا الكلينيك يديرها بنتو يديرها اختو يديرها امو حسبها كما بغات ونقول بعدا راه حيدوا واحد التقليد حنا ننتخبوا عليهم وكل شيء وما كاين ما كاين حتى شي حاجه فيهم ما هادشي اللي كاين رحمي الله الله يرحمها الله يوسع عليها دقة القبور الله يرحمها الله يثبت على السؤال وانا تنطالب بالسلطات تكون شي استدعاء انا هذاك التقليد عطاتو لي على راجلها
هي كانت باغا تمشي وانا اللي كلفتني تقليد عليا. هادي جيرانه ولدي راك برعبنا ودراوش الحق الحق ما عمرناش انا عام تاعي زورت 40 عام زورت راهي شوتي عيا وجو عندنا بعد ما الدرب الله عمر هذا من هذا عليك الله يرحمها يغفر لي الله يرحمها ولدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك.